شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك في أجواء تسدها السعادة والفرحة، وحرصت مؤسسة حياة كريمة على توزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الأطفال لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في أجواء تسودها السعادة والفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وشهدت ساحة مسجد خليل بقرية محلة زياد إحدى قرى مركز ومدينة سمنود توافد المئات من المصلين الذين اصطحبوا أبنائهم للمشاركة في أداء الصلاة وسط أجواء احتفالية مميزة. والله إحنا بقالنا يومين بنجهز للتجهيزات دي لأن العدد تخطى 30,000 النهاردة، وإن شاء الله يعني كالعادة حياة كريمة معانا في كل سنة وكل فرحة وكل بهجة بإذن الله. إحنا جينا موجودين هنا من امبارح بالليل من بعد صلاة العشاء تقريباً علشان نجهز لتجهيزات العيد وصلاة العيد، وجايبين هدايا معانا لأطفالنا والحبايبنا كلهم. طبعاً النهاردة عيد الأضحى، وعيد الأضحى ده عيد الفداء وعيد الذبح وعيد التضحية، وطبعا في فرحه لان جاي بعد الوقوف بعرفات وجاي بعد مناسك الحج، فدي شيء طيب طبعا، والفرحه دي بتعم المسلمين كلهم. مؤسسه حياه كريمه حرصت على مشاركه المواطنين في صلاه عيد الاضحى، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الاطفال لادخال البهجه والسرور في قلوبهم. اجواء عظيمه جدا جدا، فانا طبعا بشكر فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أهل مصر. كل عام أنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي أمن وأمان، ونتمنى أن كل مصر وشعب مصر وأهل مصر وقادتها وشرطتها وكل من على أرضها يكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كده نكون دايما يا رب في تقدم وازدهار. بصراحة كان النهاردة يوم جميل جدا 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 جدا، واحنا بنصلي في الخير إن شاء الله، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة وصحة. مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تنظيم ساحة الصلاة وتوزيع الهدايا حظى بإعجاب وثناء مئات المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في ساحة مسجد خليل.